تميزت هذه وتميزت هذه الدورة بكل المعايير أنها متميزة وأنها ناجحة حقا. أولا من حيث المشاركة كل أعضاء مجلس السلم والأمن حاضرين على مستويات مختلفة بمن فيهم المستوى الوزاري وعدد من الدول من القارة الإفريقية خارج عضوية مجلس السلم والأمن، ثم عدد من الشركاء الأوروبيين مثل سويسرا والنرويج، ثم عدد من رؤساء الهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وفي مقدمتهم النائب الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بعملية السلام في العالم. وهناك كذلك دور لليونيتار وهو معهد الأمم المتحدة للتكوين. فكل هذه العناصر من حيث المشاركة عززت من نوعية المداولات وأتاحت للمشاركين فرصة تعميق التفكير والوصول إلى خلاصات متقدمة ومعمقة حول كافة النقاط المدرجة في جدول الأعمال. وعلى ذكر موضوع الإرهاب الذي تفضل بذكره الزميل، أنتم تعرفون الرئيس عبد المجيد تبون هو معين من طرف نظرائه إلى أفارقة بصفة منسق العمل الإفريقي لتعزيز مكافحة الإرهاب وكذلك تجريم التطرف العنيف في القارة الإفريقية. ستتخذ الجزائر مبادرات إضافية من أجل تعزيز التعاون. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.